تدري انه مشيتك تعكس شخصيتك؟ حتى ابتسامتك ونظراتك وحركة يدينك كلها تدل على شيء. الدراسات تقول انه الجمل والكلمات تعبر عن 7% فقط من اللي انت حاب توصل للآخرين. الباقي كله يعتمد على حركة جسمك وتعبيرات وجهك. خلال شهر رمضان راح يكون عندنا شخصيات ملهمة في برنامج اللقاء من الصفر. راح نحلل شخصية كل ضيف منهم من خلال وجوههم وحركات أجسامهم.